السلام عليكم، سنتعرف على كيفية تحميل زوم من هذه الروابط. بداية ندخل على أول رابط وهو رابط متجر أبتيود، وهذا المتجر يوفر لك التطبيقات إذا لم تستطع تحميلها من متجر بلاي. سنضغط على داونلود. طبعا إذا ترغب بالبحث عن أي تطبيق بتبحث عن طريق هذا البحث، تمام. وبعد ما ضغطنا على داونلود بنضغط على أوكي ليبدأ تحميل، ثم نضغط على اوبن، ثم نختار التطبيق الذي يفتح او يفك الضغط وهو باكج انستولر، ثم انستول. طبعا الان هو يحمل متجر ابتيود، بحيث من على هذا المتجر نستطيع تحميل زوم. نضغط على اوبن. الان فتح معنا متجر ابتيود. طبعا لو محتاجين اي تطبيق ممكن من هنا نبحث عن التطبيق حتى نحصل عليه، وليكن زوم، ثم نضغط على انستول. اوكي الاو. الان يحمل تطبيق زوم. طبعا هذه دعاية تستطيع اقفالها باي وقت. اذا تطبيق ابتيود هو تطبيق تستطيع تحميل جميع التطبيقات الغير متوفرة أو التي لا يستطيع هاتفك تحميلها من متجر بلاي، جميع التطبيقات. الآن لنرى حالة تحميل تطبيق زوم. طبعا تطبيق زوم سهل جدا لمشاركة الشاشة والتواصل سواء المرئي او الصوتي. طبعا هنا في رسالة تحذيرية بتقولك ان في الجوال لديك اوبشن او خيار انه لا يستطيع تثبيت تطبيق من جهات غير معروفة، لا يستطيع تثبيت تطبيقات من جهات غير معروفة. طبعا هو بالنسبة لاندرويد، اندرويد صناعة جوجل، فبالتالي هو بيعتمد ان التطبيقات فقط يتم تحميلها من متجر جوجل بلاي. ليه؟ لان الشركة اللي صنع الاندرويد هي جوجل، واللي عاملة التطبيق متجر بلاي هي جوجل، فبالتالي الاتنين بيوافقوا البعض. اما لو حملته من اي مكان تاني يقولك لازم صلاحية ان هذا التطبيق امن، او انك تستطيع تحميل تطبيقات من مصادر غير معروفة. تضغط على سيتنج او الاعدادات وتضغط على allow apps from this source، تحولها الى علامة صح وترجع او المؤشر يعني تجيبه ناحية الناحية الاخرى، ثم ترجع للخلف. الان تستطيع تحميل زوم. تضغط على انستول. كما وضحت زوم يساعدك في مشاركة الشاشة وغيرها. open. الان لديك تطبيق زوم. بعد ما فتحت تطبيق زوم تستطيع انشاء حساب عليه من بداية، او تعمل ساين ان لو لديك حساب بالفعل، او تدخل على ميتنج لو في ميتنج مبعوت لك وانت عايز تعمل جوين لي. فلو في ميتنج مبعوت لك اكتب الميتنج اي دي والاسم وجوين. طبعا لو في رابط مبعوت لك بالميتنج فمجرد ما تضغط على هذا الرابط يتم فورا الدخول. فهيا لنجرب، وليكن رابط مثل دقيقة واحدة، رابط مثل هذا. يعتبر الرسالة اللي حضراتكم شايفينها المحدد عليها هي رسالة لرابط لاجتماع، فإذا تم الضغط عليه ستجد ان فتح ليك خيار انك تفتحه على زوم. بمجرد ما تدوس عليه الان دخلت على الرابط، مجرد تضغط على ساين ان. طبعا لو محتاج تسجل حساب او تنتظر كما اوضحت لما يتم الموافقة عليك للدخول يعني. طبعا هنا بيوضح لك بيقول لك ان المضيف اللي هو اللي بعت لك الرابط هو مش موجود دلوقتي في الاجتماع، فلما يبقى موجود هيضيفك يعني. ده بالنسبة لفكرة تحميل زوم. طيب هيا لنحمل زوم من الرابط الاخر اللي في ميتنج. هنحذف زوم من هنا.
طبعا زوم بينزل عندك كانه زيه زي اي تطبيق عادي جدا عن طريق اللي هو المتجر الابتيود. خلينا نرى الرابط الاخر وليكن دقيقة واحدة. الرابط الاخر هو على اب تو داون. موقع اب تو داون معروف جدا لتحميل التطبيقات. وليكن نضغط على لاتست فيرجن وبعد كده داونلود. ايضا بيحملك. خلي بالك ان تحميل التطبيق يكون اخر جزء فيه مكتوب apk.apk. تمام؟ ليه؟ لان في تطبيقات متطورة اكتر بتنزل بصيغة xapk. xapk ديت بتبقى نسخة مجمعة لو محتاج تبحث عنها وتعرف ايه المميزات بتاعتها اوكي، لكن لو الجوال الخاص بيك لا يحمل او لا يفك ضغط تطبيقات سوى apk اللي هي بصيغة apk، فبالتالي لازم ترى نهاية اسم التطبيق بالنسبة لك يكون .apk. ثم اضغط على اوكي. الان بيحمل التطبيق. يبقى لديك خيارين، يا اما من المتجر اللي تقدر تحمل عليه كل حاجة، يا اما من متجر up to down تحمل. طبعا باكج انستولر انستول كده بيحمل او بيثبت معايا تطبيق زوم. اوبن فتح لك بالفعل تطبيق زوم اللي احنا لسه فاتحينه. يبقى في خيارين وفي اكتر من خيار موجود على الانترنت، لكن للي يبحث في عندك اللي هو المتجر ابتيود. اوكي، ده تقدر تبحث عن جميع التطبيقات اللي موجوده في متجر بلاي ولا تستطيع تحملها من متجر بلاي. تمام. وايضا بالنسبه للمتجر اللي هو الخاص ب اب تو داون، ده يكون على المتصفح وتقدر تحمل منه بالطريقه اللي احنا تعرفنا عليها. ولازم تتاكد ان التطبيق تحمله بصيغه او بنهايته تكون .apk. اوكي، بحيث انك تقدر تفك التطبيق دوت وتسطبه على الجهاز او الجوال بتاعك. في امان الله.